هنحتاج فيها بيض وسكر، زبدة، عصير برتقال، لبن، دقيق، بيكنج باودر وجوز الهند وشوية سميد. وطبعا للتزيين هنحتاج شوكولاتة بيضة وسودا، وهنحتاج في الكريمة اللي هنحشيها بيها الحشوة هنحتاج كريمة سائلة، أو ممكن نستعمل يعني ممكن نستعمل سائلة ممكن نستعمل باودر. وهنعمل سكر أبيض وبودرة كاكاو. هناخد أول حاجة البيض مع السكر بتاعنا، وهنضربهم مع بعض كويس جدا. طيب. وهنزود السكر بتاعنا بالراحة في الآخر، يعني بنحط شوية سكر وبعد كده بنبتدي نزود السكر بتاعنا اللي فاضل، ونبتدي نحط الزبدة بالتدريج، يعني بنحطها بالتدريج ما بنحطهاش مرة واحدة. طيب هنحط دلوقتي شوية من العصير، مش كله، هنحط شوية بس لاني انا محتاجة العصير في حاجة تانية خالص، محتاجين العصير هوريكم ليه، بس بنحط شوية عشان ينكه بس. ونبتدي نحط جوز الهند ونحرك. طيب هاخد اللبن بتاعي وهزوده بالراحة. ونبتدي نزود السميد قبل الدقيق، يعني بنحط السميد قبل الدقيق. طيب هنحركه الأول بالراحة عشان ما يطرش. طيب بنحط الخطوات زي ما احنا شفناها بالظبط، وبنرجع نبتدي نحط الدقيق بتاعنا بالراحة، بس انا عايزاه يتقل عشان البولة واطية فالكيكة كلها تخرج برا. لازم نضربها كويس وما نسيبهاش. طيب هنشيل دول ونكمل ضرب للكيكة شوية، يعني هنكمل ضرب مدة مثلا تقريبا 3 دقايق او 4 دقايق على سرعة عالية. وبنفضي الكيكة بتاعتنا. هتبقى عندنا الكيكة بتاعتنا بالشكل ده بعد ما تستوي. هنشيل دول من هنا. هنزين الكيكة بتاعتنا. طبعا في طرق كتيرة جدا للتزيين، بس هقرب الحاجات دي الأول. دي الكيكة بتاعتنا بتبقى بالشكل ده بعد ما بتستوي. هنحتاج للتزيين ليها الشوكولاتة الدارك والوايت، وهنحتاج هنسيحهم طبعا في حمام مريم او في بان ماري. وهنحتاج للحشوة كريمة وسكر بودرة وكاكاو. هنعمل الكريمة بتاعتنا اول حاجة. وبنقلبها بالراحة. أهم حاجة وإحنا بنخلط بودرة الكاكاو في الآخر نخلط بالراحة خالص،
عشان الكريمه قوامها ما يبقاش سايب مننا. طيب انا هكتفي ببودره الكاكاو نصين. طيب بنقسم الكيكه بتاعتنا وبنحطها ممكن تزودوا اي حاجه انتوا عايزينها اي فاكهه انتوا حابينها تحطوها على الكريمه دي بيبقى طعمها هايل. عصير برتقال انا هعمله بالشكل ده هفضيه على الحته اللي فوق مش اللي تحت. انا مش عايزه افضيها على اللي تحت بيبقى بالشكل ده. بس لازم واحنا بنعمل كده ناخد بالنا لاننا عايزين نقلبها على طول كده. اوكي ونبتدي ناخد بالنا لان لازم نعمل الحركه دي سريعه جدا عشان ما نسيحش الكريمه.